والي الحوض الشرقي يشرف من مدينة النعمة على فتح بنوك للحبوب لتوفير المنتجات الزراعية بأسعار مخفضة. والي داقلة الوذيب يشرف على إطلاق عملية إفطار الصائم لفائدة أئمة المساجد والشيوخ المحاضر في الولاية. أهلا مرحبا بكم. أشرف والي الحوض الشرقي صباح اليوم في مدينة النعمة على انطلاق مكونة الأمن الغذائي ضمن البرنامج الاستعجالي الذي تنفذه مفوضية الأمن الغذائي، وتهدف هذه العملية إلى دعم صمود السكان عبر فتح مئات بنوك الحبوب لتوفير المنتجات الزراعية بأسعار مخفضة. يأتي إطلاق مكونة الأمن الغذائي التي تنفذها مفوضية الأمن الغذائي في إطار برنامج دعم صمود سكان ولاية الحوض الشرقي، ذلك من خلال تزويد 1300 بنك حبوب منتشرة في الولاية، حيث سيتم ضخ 5000 طن من القمح بسعر مدعوم وصل 4500 أوقية قديمة للخنشة الواحدة. والي الحوض الشرقي خلال إسرافه على انطلاق العملية أكد أن المسال مفتوح أمام جميع القرى من أجل توفر بنوك الحبوب فيها، مبرزا أن السلطات ستحرص على أن يكون المستهدفون بهذه البنوك هم المستفيدون من العملية. نشرف على انطلاقة زيادة من 800 بنك حبوب، كل قرية لها تحصل على ما بين طونين ثلاثة أربعة خمسة حسب حجم القرية. مفتح المجال أمام جميع قرى الولاية الكبيرة اللي منها ما استفادت ياكنها تتقدم للعمد وللسلطات الإدارية بطلباتها ياكنها تستفيد من هذا البرنامج. هذا برنامج لا يمكن كل قرية على مستوى ولاية الحوض الشرقي من الحصول على بنك حبوب. هذا برنامج نعتبره غاية في الأهمية، مساهمة كبيرة لتجاوز الوضعية الصعبة للمنمين وللسكان في هذه الوضعية. برنامج الأعلاف أيضا ننتظر على أنه ينطلق إن شاء الله وما هو باطي. هذا البرنامج العملية الرمضانية أيضا شرفنا اليوم وعدلنا زيارة ميدانية للتعرف على الطريقة اللي ماشية بها الأمور، طريقة منتظمة وشاكرين عليها اللجان المكلفة به. لحقنا هون 150 مواطن على مستوى هذه المقازين و150 على مستوى المقازين الاخرى اللي هي 300 مواطن تستفاد يوميا. المندوب الجهوي للامن الغذائي بولايه الحوض الشرقي اكد ان هذه العمليه تندرج في اطار البرنامج الاستعجالي لصمود سكان الحوض الشرقي. مكونه الامن الغذائي اللي تدخل في اطار برنامج دعم صمود سكان ولايه الحوض الشرقي، من خلالها تستفيد 1300 قريه في مختلف المقاطعات من 5000 طن من الحبوب لا يتم بيعها بأسعار مدعوم. الكمية المبرمجة كانت تصل إلى حدود 755 طن. غير حرصا من السلطات البلد من الوالي ونواط الأمن الغذائي على أن العملية تشمل أكبر عدد ممكن من القرى، وصلنا للحد الذي هو. وكان السيد الوالي قد أدى زيارة تفقدية للمستفيدين من عملية رمضان التي انطلقت بداية الشهر الكريم، وقد استمع الوالي إلى المواطنين الراغبين في اقتناء المواد الغذائية المخفضة ضمن عملية رمضان، وأكد أن هذه العمليات والبرامج تندرج في إطار سعي السلطات العليا الهادف بشكل أساسي إلى دعم ومؤازرة المواطنين على عموم التراب الوطني. لقناة الموريتانية أحمد السبتي، مدينة النعمة. أشرف والي داخلة الوذيب زوال اليوم على إطلاق عملية إفطار الصائم لفائدة أئمة وشيوخ المحاضر، وقد رصدت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي كميات معتبرة من المواد الغذائية من أجل تنفيذ هذا التدخل الذي يشمل كافة المساجد والمحاضر في الولاية. بعد وصول هذه الكميات من المواد الرمضانية مخازن مفوضية الأمن الغذائي بداخل وادب والموجهة من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي لعملية إفطار الصائم بالمساجد والمحاضر، قام والي الولاية سيد ماحي الحامد خلال هذا اللقاء الذي جمعه بأئمة وشيوخ المحاضر بالبدء في عملية توزيعها، حيث ستشمل القائمين على المساجد والمحاضر في عموم الولاية. هذه العملية تدخل في إطار الجهود اللي بادر الحكومة بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية العناية بالأئمة والعلماء وأهل الدين والمرافق العمومية اللي كاملة متولية أخبار الدين، ومن ضمنها كذلك الجائزة اللي
بدأناها من السنة الماضية لحفظ القرآن بالتعاون طبعا مع الإذاعة الوطنية هون، وهي جائزة والي الولاية لحفظ القرآن واللي يعطاه فيها جوائز قيمة، وتبدأ فاتبدت يوم الأول من رمضان وتوفى إن شاء الله يوم 26 رمضان، وداعينكم للحضور لنتائجها إن شاء الله، وشارفين عليها حكام منكم من أهل القرآن، ومشاركين فيها لتلاميذكم وأطفالكم، وإن شاء الله والدور اللي تعود عندها مردودية وتحفز الترك إن شاء الله على القراية في المحاضر وقراية القرآن عموما. هاي العملية لا هي لها كذلك تدخل من خري تسنيم لصالح الأئمة والمؤذنين وشيوخ المحاضر، وله إن شاء الله تعد المولي إن شاء الله ظروف جيدة وتوصل الناس كاملة. وتدخل عملية إفطار الصائم التي ينفذها قطاع الشؤون الإسلامية وتعليم الأصلي بالتعاون مع مفوضية الأمن الغذائي ضمن العناية والاهتمام بأصحاب المنابر وشيوخ المحاضر. هذه عملية الإفطار تستهدف الأئمة وشيوخ المحاضر الذين هم حملة الرسالة والذين هم أمناء المجتمع على دينه، تستهدفهم هذه العملية في هذا الشكل المبارك، إعانة في رمضان وعناية بهذه المستويات التي مؤتمنة على الشريعة. وقد ثمن المستفيدون هذه اللفتة الكريمة في تخفيف أعباء الصيام وتجسيد روح المؤازرة في هذا الشهر الفضيل. نقول هذه التقسيمات تعدل الوالي أنها تقسيمات محترمة لما تليق بهم، يعيط لهم حدهم مكان خاص بهم، والتقسيمات مودي كذلك يجواب مكان خاص بهم. هذا بفضل الله تبارك وتعالى، طبعا نعرفه أنه صادر من القيادة العليا سيادة الرئيس حفظه الله وطال عمره وحكومته، وكذلك وزير التوجيه الإسلامي، وتم تشجيعه بفضل الله تبارك وتعالى، ونشكره الحكومة ونشكر الولاية ونشكر كل من شارك فيه من قريب وبعيد. وتتكون المواد الموزعة ضمن عملية إفطار الصائم من التمور والسكر والأرز والزيوت والألبان. ترأس والي قدماغ أحمد والمحمد محمود ولدي زوال اليوم في مدينة سليباب اجتماعا باللجنة الجهوية للتنمية. يهدف الاجتماع إلى تدارس السبل والآليات التي تضمن الشفافية في توزيع الدعم النقدي المقدم من طرف وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة ضمن عملية رمضان التي تسعى من خلالها السلطات إلى دعم ومؤازرة الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة والأقل دخلا في المجتمع. وقد بين والي كيديماغا أهمية هذه التوزيعات النقدية في دعم معيلات الأسر وذوي الاحتياجات الخاصة المستفيدين من هذه العملية التضامنية. دعينا اليوم اللجنة الجهوية للتنمية الاجتماع حول برقية وصلتنا من عند وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة في إطار برنامج رمضان، وهذه البرقية تتضمن استفادة 293 أسرة، منها 210 من الأسر ربات ونساء بطبيعة الحال، و83 من النساء اللي كبارات في السن وملي واللي يعودوا فاصلاتهم هاتي بذلك، وبالتالي لا إن شاء الله اللي هو مجموع 293 أسرة، كل أسرة لا تستفيد من 50,000 قديمة 50,000 رقية نقدا قديمة تساعدها في رمضان. إلى ولاية تير الزمور، حيث أطلقت الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك في مدينة الزورات عملية رمضان المتضمنة توزيع 10 أطنان من السمك على الفئات الأكثر هشاشة. وقد أشرف على هذه العملية والي الولاية محمد المختار العبدي بحضور رؤساء الأحياء الذين سيستلمون حصص المواطنين المسجلين لديهم ضمانا للشفافية في التوزيعات. وتستفيد مقاطعة زورات من 5 أطنان من السمك، بينما ستوزع الكمية المتبقية على مقاطعتي فديرك وبير مقرين. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك لدعم المواطنين في شهر رمضان الكريم وتخفيف أعباء المعيشة عنهم.
وقد ثمن والي تير الزمور هذا التدخل باعتباره مساندا للعمل الحكومي في دعم الفئات الأكثر احتياجا في الولاية. رمضان الكريم، نتلقى معاكم اليوم في إطار برنامج توزيعات التي دابت الحكومة على تسديدها لصالح الطبقات الهشة، وبتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية نتواجد اليوم معاكم في هذا الموقع من أجل تسليم الإشراف على انطلاقة هذه العملية التي تتمثل في حوالي 10 أطنان من السمك، وقبلها حوالي 2500 حصة غذائية للمقاطعات 3 بالولاية، وإن شاء الله تتواصل العمليات من خلال عدة متداخلين آخرين، والأساس أن إن شاء الله ستتم هذه التوزيعات، وسيتم أيضا التكفل بنقلها لذويها في أماكن سكنهم. عقدت جهة إنشيري صباح اليوم في مدينة يكجوجة دورتها العادية الأولى لسنة 2024 المتعلقة ببعض المداولات وأنشطة المجلس الجهوي في الفترة السابقة. وقد ترأس المجلس رئيس المجلس الجهوي لجهة إنشيري مع العينين عبيد الغرابي، وبحضور والي إنشيري دريس دامبا كوريرا وحاكم مقاطعة يكجوجة محمد فال وللبو، إضافة إلى المستشارين الجهويين والأمين العام للجهة. وبهذه المناسبة أكد رئيس جهة إنشيري أنه سيعمل على تنفيذ خطة العمل للمساهمة الإيجابية في التنمية المحلية. أرحب بكم وأهنيكم بحلول شهر رمضان المبارك. نعلن على بركة الله افتتاح الدورة العادية الأولى لسنة 2024 المتعلقة ببعض المداولات ونشاطات المجلس الجهوي للفترة السابقة ما بين الدورة الأخيرة والحالية. أطلقت وزارة البيئة اليوم في مدينة كيفا أعمال ورشة عمل تشاورية لصياغة الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث في موريتانيا. تستفيد من هذه الورشة ولايات الأعصاب والحوض الشرقي والحوض الغربي وتقانت. سعيا لصياغة استراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث في البلاد، احتضنت مدينة كيفا ورشة عمل تشاورية جهوية بمشاركة فاعلين في ولايات الحوضين الشرقي والغربي وتقانت، فضلا عن الأعصابة. الوالي المساعد لولاية الأعصابة السيد باع علي عبد الرحمن أكد خلال إشرافه على انطلاق أشغال الورشة أهميتها، خصوصا أن التحديات البيئية أصبحت تشكل خطرا عالميا يستدعي من الجميع تضافر الجهود لأجل التصدي له، متمنيا لأعمال هذه الورشة النجاح. ومن جهته رحب العمدة المساعد لبلدية كيفا بالحضور، حاثا المشاركين على الاستفادة من مخرجات هذه الورشة. يشرفني أن أحضر معكم باسم بلدية كيفا هذه الورشة المنظمة من طرف وزارة البيئة من أجل صياغة الاستراتيجية الوطنية للحد من الكوارث. هذه الكوارث التي لسنا بمنع عنها وقد تحدث في أي مكان من ربوع هذا الوطن وفي أي وقت معين، وأرجو للمشاركين الاستفادة الكبرى والقصوى من هذه الورشة. وزارة البيئة ممثلة في إدارة التقييم والرقابة البيئية تهدف من خلال هذه الورشة إلى إعداد خطة وطنية متكاملة فعالة تستجيب للتحديات البيئية. نسعى من خلال هذه الورشات إلى مشاركة الفاعلين الفنيين وكل الإدارات المعنية بغية المساهمة في إعداد خطة وطنية فعالة تستجيب للتحديات البيئية التي تمر بها بلادنا على غرار المنظومة الدولية. ولا شك أننا نعول على مقترحاتكم وملاحظاتكم التي تخدم الخطة وتعمل على فعاليتها واستجابتها للحد من تقليل مخاطر الكوارث بصفة عامة. الورشة عرفت تقديم عروض حول المخاطر البيئية المحدقة ببلادنا وأنجع السبل للتصدي لها، مع إبراز ضرورة تكاتف جهود الجميع من إدارة ومجتمع مدني
ومواطنيهن. محمد المصطفى نون، قناة الموريتانية، مدينة كيفة. تواصل عشرات الأسر في مدينة كيهيدي توافدها على نقطة البيع المفتوحة في إطار عملية رمضان للحصول على المواد الغذائية الأساسية بأسعار مدعومة. فريق من مكتبنا في كيهيدي زار نقطة البيع ورصد مستوى استفادة المواطنين من هذه العملية. تتواصل عملية رمضان بوتيرة جيدة مع زيادة عدد المستفيدين يوميا من السلة الغذائية المتكاملة بأسعار مدعومة، وتوفر هذه العملية المواد الغذائية الأساسية التي يكثر الطلب عليها في شهر الصيام من خلال اعتماد نظام يضمن شفافية العملية وتوسيع دائرة الاستفادة منها. احنا اليوم عند المفوضية، وهذا اللي عدل فخامة رئيس الجمهورية لمساعدة المواطنين في قضية رمضان، هذه البوهة اللي تشرب 24 و100 الحمد لله مستفادين منها، وخف هي حتى من السوق بين الجابرين فيها، ما انا جابرين وقع في السوق. انا بعد هاي ما قد استفدت سابق العام، راعيني جيت وراعيني اعطوني رقم قطعا ما شاء الله، والله الا مستفادين منه تبارك الله. هو رقاش لا يجيبوها ب 24 الف كي رقاش لا يشربوها ب 40 ولا 50 ما هو واحد. احنا جايين هون للسياسه هاي رسم رمضان ما شاء الله زين، مستفادين منه ما شاء الله، ولا هو نصومه بكل عام ما شاء الله ضخ، ولا إجازي رئيس الجمهورية اللي أعطانا التعاون إن شاء الله. وهاي رسم ما كيفش صوموا بي ما شاء الله لين يموت شهر، ما قال لنا السكر ولا عمارة ولا دليل ولا قال شيء ما شاء الله الحمد لله، الله يجازي عنا بالخير. وقد وضعت مفوضية الأمن الغذائي طاقما لتسيير هذه العملية وتسيير حصول المواطنين عليها وفق نظام الطابور. نحن واحد من أمنية رمضان عندنا شيء من دبش جاي مقسمة للخلق مواطن من دبش ما شاء الله جاي تامة بشور دولة، عندنا هنا دي شيكل 60 طن، وعندنا منه سليا، وعندنا مارو، وعندنا تمر، وعندنا شيء من دلويل، وعندنا سردين فيها حوت اللي تعرفوا، معناه انه حاله مضبوط وزينه ماشيه على طريقه نقول الناس مستفيدين ما شاء الله. كل ما اصبح ومرقهم 130 ولا 150 خلق نعطيهم شيء من تواغط ورنقوا ويمشوا يقطوا ونمرق لهم دبشهم ما في حسره. وقد رصدت السلطات العموميه كميات معتبره من مختلف المواد الغذائيه بنسبه كافيه لتغطيه عمليه رمضان طيله الشهر الكريم وباسعار مناسبه. محمد علي سالك لقناه الموريتانيه مدينه كيهيدي. إلى مدينة أطار بولاية أدرار، حيث تتصدر الخضروات المحلية خلال شهر رمضان المبارك اهتمامات رواد سوق أطار المركزي في ظل تعدد المعروض، وتوفر المشاريع الزراعية في مناطق الإنتاج بالولاية مختلف أنواع الخضروات بأسعار مناسبة. إقبال على سوق الخضروات في مدينة أطار تزامنا مع دخول الشهر الفضيل، وتتصدر الخضروات المحلية اهتمام المواطن نظرا لفوائدها الصحية وانخفاض أسعارها. الأسعار لباس، بومبوتير ب 400 اليوم، بعد الأيام عود ب 500 كان وب 600، غير بعد اليوم لا لباس. هو لباس بعد الحمد لله، إذا جاء رمضان ورمضان يا الله تهون فيه ما يا الله توعر فيه. يا الله هذا يعود بين عود متوفر يعود مولي. ويتحدث الباعة والمستوردون عن وفرة المنتوج من الخضروات المحلية بعد تنظيم دخولها الأسواق المحلية من مناطق الإنتاج. بالنسبة للخضار الولاية هون الإقبال عليه جيد، الناس الحمد لله تختاروا عن ذي المحلي، منها تختاروا عن ذي شيء من الخارج مستورد، الكاروت وبتراف ونافع وطماطم، هاي المحلية هاي الإنتاج المحلي هون. الناس تختاروا عن ذا يجي من مرقب وشبه عندها وزيان عندها العاطيه والعاطيه في انتاجه تشجيع للمزارعين. وبالنسبه لهاي صار الخضره الثانيه تجي من الخارج بمبوتيرو والبصل وتجي طماطم وتجي ياسر من ثاني مستورد، غير بعض الناس تختار تسول عن ذي المحليه تختارها عن الثاني، ومتوفر منها حاجيات السوق كامل والولايه ما متوفره، حتى ان يخلق فيها الفايط ويقص قيس الولاية قيس نواكشوط ونظامه زين، عدلوا له المزارعين نظام عاد تجي كمية محدودة للسوق قدر اللي ما تخسر، ويجبرها المستهلك هم اللي ما خسرت عنده ولا خسرت عند البايع. هذا جهود عدلتها المزارعين بيناتها عدلوا النظام، ومعلوم في المزارعين ومعلوم هم اللي في المستهلكين. استقبال في رمضان ما شاء الله استقبال فيه
والاسعار الامه اللي متناول الجميع ان شاء الله. والابصر عندنا هون ب 500 كيلو وزقيته ب 9000 كيلو نصها 4500. هذا لك وبومبتير ب 400 هذا لك. واللي الاستقبال مولي ما شاء الله استقبال جيد وحركه ما شاء الله خالقه من السوق كامل مولي. وهكذا تعرف الخضروات بمختلف انواعها زياده في الطلب باعتبارها احدى مكونات المائده الرمضانيه. الفاغول للشيباني قناه الموريتانيه مدينه طار. تكثف الادارات والمصالح المختصه التابعه لوزاره الزراعه جهودها المشتركه لايصال المنتوج او منتوج المزارعين الى السوق في ظروف عاديه. تعتبر برامج فك العزله عن المزارع التي تنفذها شركه سنات في المناطق شبه النائيه اهم دعم يحتاجه المزارعون هذه الايام. تستهدف برامج فك العزلة عن المناطق الزراعية التي تنفذها الشركة الوطنية للإصلاح الزراعي والإشغال سنات في ولاية طرارزة شق المسالك الرملية وتهيئة الممرات لفك العزلة عن المشاريع الزراعية وربطها بالشبكة الطرقية خاصة في مواسم الحصاد لتذليل الصعاب أمام المزارعين لتمكينهم من نقل منتوجهم في الوقت المناسب. احنا الآن بصدد تنفيذ برنامج طموح لفك العزلة عن المنتجين الكبار لأنها فترة حصاد أصلا في قالوا زراعة الخضروات أساسا الدلاح والبتار والبصل. وهذا البرنامج الطموح يشمل في الوقت الراهن ثلاث مناطق: منطقة ينيمش اللي تربط بين أفطوط الساحلي وطريق نواكشوط روسو، فهم طريق مدعم تباركين معاه نفذوه يمتد 7 كيلوات ولا يفك العزلة عن ذيك المجموعات المنتجة الكبيرة في ذيك المنطقة، وطريق قوير ايضا طريق نواكشوط روسو. وهذا الطريق اللي احنا اليوم في اثناء زيارته لا يفك العزله عن هذا الانتاج اللي متعلق اساسا بمزرعه بطاطا اللي هي بومبيتير، ويفك العزله عنها حتى تصل لمدينه روسو. كانت منطقه صعبه الوصول وكان شاحنات كبيره عاجزه عن توصل للحصاد الموجود. تحتاج مزارع الشمامة في غالب الأحيان إلى هذه التدخلات الميدانية بالتزامن مع موسمي الحصاد والخريف، ويؤكد المزارعون أهمية هذه البرامج وسهولة الولوج إليها. احنا كانت عندنا مشكلة كبيرة هي مشكلة العزلة. كان عندنا علب نكرو الوتة بين هون وقدروه نكروه 60,000 ياك تجيب لنا طونين والله 3 ديال المقاصين. نواكشوط نكروه 120 وتا واحدة هي اللي تجينا، معناها هي متحكمة بكل سعر هي تقبل توصل لهم. بالتالي هاي فك العزلة كان بالنسبة لنا ضرورة ولا تلقينا فيه مشاكل كبيرة. طرحنا طلب ما أعطى ذاك من الوقت لأنه احنا من ساعة اللي بدأنا فيه اللي هو جانا سابق نبدأ القطاف، معناها أنه ما كانت فيه صعوبات ولا كانت فيه مشاكل. حسب الطلب والحاجة وبمتابعة وتنسيق مع الشركة الوطنية للتنمية الريفية سنادير، تتدخل الشركة الوطنية للإصلاح الزراعي والإشغال سنات في منطقة الشمامة من حين لآخر لتنفيذ هذه الإشغال وفك العزلة. مختار بابو الأحمد، قناة الموريتانية، مقاطعة روسو. إلى ولاية البراكنة، حيث تتميز الأجواء الليلية في مدينة ألاق خلال شهر رمضان المبارك بحركة ونشاط كبيرين طيلة الشهر الكريم. تعرف الشوارع والأماكن العامة حركية للمواطنين تعكس خصوصية ليالي رمضان في هذه المدينة. بعد ساعات من وقت الإفطار في ليالي شهر رمضان المبارك، هكذا يبدو المشهد في شوارع مدينة ألاق. أفواج من السكان في حركة ليلية مستمرة في مختلف أنحاء المدينة ضمن الأجواء الرمضانية الخاصة التي تعيشها الساكنة هنا. وقد زاد من زخم هذه الحركة الوجه الحضاري الجديد الذي باتت تتميز به ألاق من خلال الإنارة العمومية التي أضاءت الشوارع الكبرى وسط المدينة. رمضان راسه للعام زين يقر مثل بلاي هون لا نطرالو لا أمبولات، ما أول عام يجي للعام أول مرة يعودوا فيه للعام 13 قدام الناس تركلون مرة عقب الفطور نشوفوا نسدروا نطيحوا عنا شيء نرجعوا للدار الحمد لله. ما شاء الله سندوا على بروليمني لقيرها فيو. أمارس الرياضة بعد صلاة التراويح طيلة ليالي رمضان. الجو معتدل هنا
مع أنه في بعض الأحيان يكون شديد الحرارة. نحمد الله على ذلك، نصوم رغم حرارة الجو، لقد تعودنا على هذه الأجواء. عادة رمضانية تعود عليها الأهالي هنا يمارس خلالها البعض رياضة المشي ترويحا عن النفس في ليالي الشهر الفضيل في ظل ارتفاع ملاحظ في درجات الحرارة خلال أيام الصيام. رمضان زين ما خاص شيء، نتسدر تمشي وتجي الصباح حد ما واحد الشيك بول مصحف يقرأ. تستمر هذه الأجواء على حالها من الحركية والنشاط حتى ساعات متأخرة من الليل، لتعكس بذلك خاصية هذا الشهر الكريم وطقوسه المميزة. محمد لميل، هذه قناة الموريتانية، مدينة ألاك. نعود إلى مدينة وادي بو، حيث نظمت جمعية الفرقان للثقافة والتربية مساء أمس بالمدينة النسخة الرابعة من المسابقة القرآنية الخاصة بحفظ القرآن وتجويده. يشارك في هذه المسابقة التي أطلقت عليها الجمعية نسخة طوفان الأقصى 400 من حفظة كتاب الله الكريم يتنافسون في حفظ وتجويد القرآن. ويدخل هذا النشاط الذي حضره العمدة المساعد لبلدية وادي بو الشيخ الكبير ولبو سيف والمدير الجهوي للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي محمد دعالي وللبخاري ضمن أنشطة الجمعية المواكبة لشهر رمضان. نشرة انتهت، إلى عنوانيها الرئيسيين. والي الحوض الشرقي يشرف من مدينة النعمة على فتح بنوك للحبوب لتوفير المنتجات الزراعية بأسعار مخفضة. والي داخلة وادي بو يشرف على إطلاق عملية إفطار الصائم لفائدة أئمة المساجد وشيوخ المحاضر في الولاية. نهاية النشرة، إلى اللقاء.